يا استاذ يوسف، طبعا الجمعيه في تحصيل الاداء العلني، تحصيل الاداء العلني سواء زي المثل اللي قاله الدكتور حسام، سواء كانت لام كلثوم انها تغنيها او الراديو يذاعها او اي اذاعه تذاعها، الجمعيه تحصل الاداء العلني. انا ما اختلفتش معاه فيه، ولو غنتها اي فنانه اخرى برضه تحصل الاداء العلني، انما من يعطي التصريح لانها تغنيه؟ هو ده مضبط الفرس وهو ده الخلاف. هنا لازم ترجع للعقود اللي موقعها المؤلف والملحن لصالح المنتج. اذا المؤلف والملحن مديله في التنازل الحق الحصري في الاستخدام والاستغلال، لا يجوز لاي احد ان يتعدى عليه. دكتور حسام، احنا لو فضلنا لحد الصبح في المناقشه دي مش هنخلص. هندخل في نقاط قانونيه كثيره في المحاكم. الا ان انا بقول لحضرتك حاجه ذكرتها في المؤتمر، معلش يا دكتور، معلش يا استاذ يوسف. اتفضل يا فندم. لحظه واحده، اتفضل. اتفضل يا فندم. علشان الدكتور حسام قال ان هو رافع عليا دعاوي وقضايا ومبلغ النيابه، والنيابه مش عارفه تجيبني. ده يا استاذ يوسف، لما المنتج للبرنامج طلبني لقاني، فازاي لا مؤاخذه النيابه مش عارفه تجيبني؟ النيابه اقوى من كده يا دكتور حسام. انا مستعد امتثل امام اي جهه قضائيه، لان انا لا اخاف في الحق لو ما تلاقي. طيب اذا سمحت لي يا محسن بيه، واذا سمحت لي يا دكتور حسام، اجتمعت محسن بيه قدامي، على قدامي انا لوحدي يا محسن بيه، إذا سمحت لي ودكتور حسام يسمح لي، إذا أردنا أن نخرج بره ساحة القضاء ونصل إلى حل هادئ يرضي جميع الأطراف، يجيب 2 مستشارين قانونيين محايدين زي المحكمين. أنا معاك، بسمعك يا فندم. محكمين ويشوف ورقي ويشوف ورقهم، واللي يحكموا بيه أنا موافق عليه. طيب ناخد رأي دكتور. خصوصا يا استاذ يوسف ان انا بستغل المصنفات ام كلثوم حتى هذه اللحظه، وشركه صوت القاهره لم تتخذ ضدي اجراء حتى هذه اللحظه. ما احنا اتفقنا، وانا منتظر انها تتخذ اجراء بدل من اللغط والكلام اللي بيحصل في الصحافه والاعلام. احنا وصلنا الى انه حضرتك قلت انا ارتضي ان يكون هناك 2 من المحكمين أكيد. المحايدين وينظروا الى كل الاوراق وما يحكمون به، فانه استاذ محسن موافق عليه، صح كده؟ اكيد. طيب أكيد. دكتور حسام رايك ايه؟ يا فندم، الاستاذ محسن لجأ للمحكمه الاقتصاديه وخسر الدعوه، وفي عقد. لا للاسف فيه. للاسف ما تقولش كلام غلط يا فندم، الحكم موجود. انا ما خسرتش دعوه، ده انا جربتكم مليون ونص يا دكتور. انا ما قاطعتكش يا استاذ، واقرا اسباب الحكم. انت راجل قانون يا استاذ محسن، اقرا اسباب الحكم. الحكم اترفض ليه؟ لان القاضي قال انت يا محسن انت اللي اديت لصوت القاهره الحق، فانت بتطالبهم بتعويض ليه؟